بالصدفان منتابع ما تبقى من برنامج كل يوم بيومه. كلام أمين عام حزب الله بالأمس كان واضح أنه الثنائي حريص على البلد أكثر من باقي الأطراف يلي عم تنفخ بالفتنة. رغم هالشي يقال هناك تحذيرات جدية حول الواقع الأمني بالبلد وبالأخص بعد مقتل باسكال سليمان منسق القوات اللبنانية بجبيل. حول هالموضوع رح نتحاور مع المشرف على موقع الانتشار الإلكتروني الأستاذ إبراهيم عوض. أهلا وسهلا فيك. أهلا بست هلا. تسمح لي لك أول شيء الحمد لله على سلامتك، وتاني شيء ينعاد عليك بالخير وبالبركة والمعايدة لكل الأصدقاء المستمعين بمناسبة عيد الفطر. الله يخليكي، كلك ذوق، أنا ما بنقصك شيء من الذوق واللطف. شكرا فيكي وتحياتي للكون الإذاعة وبسلة الإذاعة، وبحب لو سمحتي عايد كل الإخوان الأعزاء المسلمين وكل اللبنانيين اصلا، يعني ما بلا لازم نقول هذا العيد للمسيحي وهذا عيد. هو الحلو انه كلنا بنحس كل الاعياد بتخصنا الا بتخصنا بقى. طبعا استاذ ابراهيم، يلي صار بالامس هل هناك كان في فعلا تحذيرات جديه حول الواقع الامني والاستقرار بالبلد؟ بدي اقول لك شغله، وفقا لمعلوماتي ما كان في اي تحذيرات، لانه كان يعني حسب ما بسمع من بعض قاده الاجهزه الامنيه اللي انا بتواصل معهم ما كان في اي تحذيرات، كان في حذر من وضع في الجنوب بس ما في تحذيرات في الداخل اللبناني، كان في تحذيرات وتخوف من توسع الحرب في الجنوب، اما في الداخل ما كان في هذه التحذيرات الغير اعتياديه يعني بكل صراحه صرت لها يعني. نعم، طيب اللي صار بالساعات الماضيه شو مؤشر شو؟ اللي صار بالساعات الماضية دخلك مش هيدي أول يعني جريمة ترتكب عنا في لبنان، ولا وبعدين نحن إذا يعني إذا بدنا نقعد هيك نفتش شوي بالجوجل على الجرائم ترتكب في 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 أرقى البلدان بنلاقي ما شاء الله مئات الجرائم بالنهار. على كل حال مش هون القصة، نحن ما بنحب تصير عنا ولا جريمة، بس اللي صار عندنا امبارح تحديدا بس لانه هو مسؤول في القوات اللبنانيه طبعا صارت هالضجه كلياتها، لانه قبل هلا كمان صار في شو اسمه جريمه راح فيها مواطن من داخل بيته اذا ماني غلطان، انا من بيت الترك بالاشرفيه، كنت ترك بالاشرفيه عندنا بطرابلس اذا بخبرك تقريبا كنت اربع ايام في عندنا جريمه عم تصير ما حدا بيجيب سيرتها، بس لانه مسؤول في القوات اللبنانيه طبعا صار في هال شو بسموها الهيصة يعني هال ما صار هذا الغضب والانفعال وردة الفعل لولا هناك يعني بعض القناعات، يعني حتى البيان اللي صدر قبل دخولنا على الاستوديو بعده عم يتهم باتهام سياسي وليس اتهام أمني مع الأسف. يعني غير هيك خلينا نقول شغله، يعني أنا طبعا كإعلامي تابعت هذه الجريمة من أول ما وصلت وسمعنا فيها، وتواصلت بكل صراحة مع مسؤول بارز في مخابرات الجيش تقريبا كانت الساعة 11 قبل الظهر أمس، وقال لي بالحرف الواحد قال لي عصابي، يعني رأسا انتشت قصة أنه هذه جريمة سياسية، قال لي هذه عصابي وعمل لي حقق وركبشنا رأس العصابة واربع خمسة من اللي هم معه، يعني بالبداية بينت انه هون في عملية ما عملية سياسية، عملية سرقة، عملية امر ما طبعا بده يحد يتركه للتحقيق، بس تبين انه عصابة. هلا انحكى فيما بعد انه بده فدي او سرقة سيارته الى ما هنالك. هلا يعني كل المعطيات الموجودة حتى هذه اللحظة تشير الى ان القضية لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن القوات اللبنانية بدها تعمل في السياسة. أول شيء اسمحي لي يا ست هلا تفضل، لو كنت عم طول، أول شيء عملت إنه هذا حزب الله، سمعت أنا قيادات في الحزب، سمعت أنا نواب في الحزب رأسا أشاروا إلى إنه اللي معه سلاح اللي هو مسيطر على البلد اللي قرار الحرب والسلم، طبعا كل الكلام هذا يؤشر إلى حزب الله، تبين إنه ما له علاقة في حزب الله، والسيد حسن عمل اللازم ورد عليهم بهذا الموضوع، فبعتقد رده هو يعني أفضل رد من معني في هذا الموضوع، المعني الأساسي في هذا الموضوع اللي مشهور له أصابعه. أستاذ إبراهيم يمكن في خشة شوي صغيرة بالتليفون. طيب عزيز خليك معي ستنا الكريمة. أوكي. يمكن عم تحكي على الهندي إذا ماني غلط. فينا نلغي الخشة بضايقة، خليكي معي. نعم، أوكي، هيك بس نكون عم نركز معك أفضل وأفضل. طيب خليكي معي، لأنه أنا في عندي اثنين تليفون هندي، فأعتقد الثاني أفضل من الأولاد. يمكن. قريب على التليفون ما حسيت.
ما تواخذني عم باخد من وقتك، بس مشان نكون عم نتلقاك بشكل أفضل. نعم ألو. سبتها لك، شو الوضع هلا؟ بعده مفتوح يمكن هندي. بعتقد مش الحال. ايه مش الحال. اوكي مش الحال، تفضل. شو بدنا نعمل؟ تفضل. مش الحال هيك؟ ممتاز ممتاز. طيب سمعتي الكلام اللي حكيته؟ نعم كله كنت عم بتقول. لا كنت عم بتقول انه وصلنا لحد انه الاصرار على الجريمه انه جريمه سياسيه واتهام حزب الله. ما في منها سياسيه، يعني تبين انه ما لها علاقه بالسياسه لا من قريب ولا من بعيد. والسيد حسن يلي هو وجهت اليه اصابع الاتهام والى حزبيه رد بشكل مناسب، يعني هو رد عليهم بشكل مناسب، بعتقد كلام واضح كان يعني. نعم نعم. طيب ماذا بعد اليوم؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد منهم يعني ماذا بعد؟ نحن امام انقسام بكل صراحه، يعني في خلاف داخل الساحه اللبنانيه واضح الشيء من قصه انتخاب رئيس الجمهوريه وصولا الى ما يجري في الجنوب. نحن داخل يعني في معمعه، فينا نقول في معمعة سياسية هلا، وإن شاء الله ما يصير شيء تاني يا رب. نحن في معمعة هل سياسية. هل كان في مخاطر يدخل طابور خامس ويستغل الوضع بالأمس ونروح إلى محل ما حدا بيتمناه، وخاصة عشية 13 نيسان؟ يعني كان ممكن، لأنه كانك لاحظتي زميلتي العزيزة أنه بعد إعلان عن هذا الحادث سمعنا قصة تحرك بين عين الرماني والسياح. لا يمكن عفوا الجيش نفى اي تحرك بين عين الرماني. نزل الجيش على ولكن هذا الطابور الخامس اللي انت عم تحكي عنه يلي بس هذا الخبر انه في توتر بين عين الرماني والسياح، هذا هون الطابور الخامس، هذا اللي هذا اللي بيخوف يعني، ونحن مفروض نكون حذرين منه. نعم ما في بوادر اليوم؟ اللجنة الخماسية بإجازة العيد الفطر، البلد كله مقصوم، حتى ملف الفلسطيني ما نحن ما عارفين شو عم بيصير بغزة، الانسحاب المفاجئ للعدو الإسرائيلي بجنوده من غزة، الجبهة الجنوبية، كل هيدي الأمور لوين بدها تخدنا بالمنطقة؟ يعني مش بس خليني لك شغلتين لو سمحتي. أول شغلة من عندي أنا والتاني مش من عندي. أول واحدة رأيي الشخصي، أنا دائما هلأ بهالموضوع بتطلع على غزة، بتهدى بغزة بتهدى عنا، منبلش نبحث برئيس الجمهورية، ما بتهدى بغزة نحن لا يمكن أن يكون هناك انتخاب برئيس الجمهورية، هيدي خلصنا منها. بدي إليك التاني، أنا التقيت بأحد الشخصيات اللبنانية المشهود لها بالحكمة وبالاتزان وبالتعقل، قال لي بالحرف الواحد، هذا الكلام مش جديد ست هلا، يمكن قايل لك قبل بس معلش خليني ارجع عيده، لانه انا التقيت فيه من اربعة ايام وعاد نفس الحديث، كنت التقيت به قبل 8 اشهر واليوم اعد لي نفس الكلام، حال لك اياه وهو التالي، ما في فرنجيه ما في رئيس جمهوريه. وقلت قبل بمره وعنونت انا. يعني عليكي، فانا برجع بعيد هالكلام لاني رجعت التقيت فيه، انا بركي تغيرت معطيات، بركي في شيء، بركي يعني هالامور كلها فيها تبدل. انا كبرة 8 اشهر سمعت منه هذا الكلام ورجعت عم بساله، اللي بعده يا اخ ابراهيم ما في فرنجيه ما في رئيس جمهوريه. يعني نحن امام معضله. امام معضله، حكينا انه نحن في تخبط سياسي طويل عريض، وقلنا نحن نتمنى ان لا يتحول الى لا سمح الله امني، وأن نبقى يعني ضمن هذا الخلاف السياسي، لأنه إن شاء الله ممكن يعني نلاقي حل لهذا الخلاف السياسي بواسطة جهود الخيرين، وأولهم بعتقد الرئيس نبيل بري. بالنسبة للجنة الخماسية ستنا الكريمة، توصلت في النهاية لأنه الحوار هو السبيل الوحيد لكي نأتي برئيس الجمهورية، هذا كلام وسفيرين من اللجنة الخماسية، وأنا كمان تحدثت معهم قالوا لي نحن توصلنا إلى نتيجة اللي هي الحوار بكل صراحة. وبالنسبة لا تكتل الاعتدال الوطني، إذا بتتذكري أكيد بتعرف يوم تابعة كمان هني بيقولوا الحوار، يعني بالنهاية ما في مجال إلا الحوار. دخلك بس هلأ صار في تناقض أستاذ إبراهيم، إنه الشخصية اللي قلت لك ما في فرنجية ما في رئيس جمهورية، اللجنة الخماسية والاعتدال عم بيقولوا حوار فرئيس جمهورية. ممتاز أوكي عظيم. يلي عم يقول لي ما في فرنجية ما في ما في فرنجية ما في رئيس جمهورية، لما بيصير في حوار يلي عنده هذا الرأي هذا بيحاول يقنع الفرقاء الآخرين
إذا ما اقتنعوا الفرقاء الآخرين سيعتب كما قال الرئيس بري، نحن منروح على جلسات متتالية، مين بيطلع أهلا وسهلا فيه، بس المهم يكون حاصل على يعني حد مقبول من الوفاق الوطني. لأنه خليني لك شغلي كمان، بما أن الشيء بالشيء يذكر، مش نعمل تقاطع على السيد جهاد أزهور؟ صح، عظيم، ممتاز. أكبر كتلتين مسيحيتين عملت ومعهم المعارضة وبعض الحلفاء هذه المعارضة عملوا تقاطع على جهاد أزهور. أنا سألت مباشرة وما حصلت على جواب. طيب، لأن هني بيقولوا عزيزتي هلا أنه لو الرئيس نبيه بري بجلسة جهاز أزعور وسليمان فرنجي، وقت اللي أخذ سليمان فرنجي 51 وأخذ جهاز أزعور 59، هني بيقولوا خصوصا القوات، والدكتور جعجع بيرددها كتير، لو دل الرئيس نبيه بري فاتح الجلسات لكان هناك رئيس الجمهورية. مش صح الكلام؟ صح، ممتاز. أنا سألت أوكي، الرئيس نبيه بري خلى الجلسات مفتوحة وطلع عم بحكي قال لا افتراضي، وطلع جهاد أزعور أخذ اللي هن 68 صوت اللي هو مطلوب طبعا فيما بالجلسات التانية والنسبة الحضور إلى هنالك، أخذ المطلوب وصار رئيس جمهورية. ماشي ست هلا لهلا؟ ماشي. ماذا في اليوم التالي وهناك طائفة برمتها بأمها وأبيها لا تقبل بهذا رئيس الجمهورية؟ وين الميثاقية؟ وين الوفاق الوطني؟ وين التعايش؟ وين الانصهار؟ هون شو بنعمل باليوم الثاني؟ كيف بنشكل حكومة؟ فأنا سألت وطرحت هذا السؤال. لذلك أنا أقول حتى اللي رشحوا جهاد أزعور وكان هناك معارضة من الثنائي الشيعي ومن حلفاء الثنائي الشيعي الذي يضم نواب سنة ونواب مسيحيين ست هلا، كان في كمان هناك اعتراض، ماذا في اليوم التالي؟ فلذلك أيضا أرى حتى التقاطع على جهاد أزعور كان غير مصيب، وإن لم أقل متهور أيضا. إن شاء الله الأمور تروح إلى فرج، ونتمنى أنه الأعياد تمرق على خير وسلامة على لبنان وعلى المنطقة، والتهدئة يلي نتمنى تصير بغزة وتنتهي الحرب كمان، لأنه استنزاف الأرواح والخسائر البشرية صار كبير. نتمنى تكون الأمور أفضل. أنا بس قبل إن شاء الله تتالت، سوري أنا يمكن طولت عليك. لا بس قبل ما أختم بدي أقول أنه كتب النائب أجوب بكرادونيان عبر حسابه على منصة إكس أمام الفلتان الأمني الذي نشهده، نعبر عن أشد الاستنكار لجريمة قتل باسكال سليمان، ونعزي عائلته الصغيرة وعائلة القوات اللبنانية، ونطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، وندعو الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة. الرحمة لروحه والله يحمي لبنان. أكيد ما في لبناني عاقل إلا ويترحم، إلا ويتأسف، إلا ويحزن على الشيء اللي صار بالسيد باسكال وكل العزاء اللي على تلك الكريمة. ولكن على ذكر الفلتان الأمني، أنا عم حكيك من طرابلس، بتمنى كمان يجي يشوفوا ويلكوا نظرة على الفلتان الأمني طبعاً. يلي حاصل عنا أحيانا طبعاً، ونحن عم نشوف على المنصات يعني كل يوم كل يوم. وأنا تحية للسيد بكرتون، يعني هو صديق عزيز وله كل المحبة والاحترام والتقدير. نعم، إن شاء الله نحن ما بدنا إلا الاستقرار لهذا البلد، وبرجع بقول السلام والسلم للجميع يا رب إن شاء الله. شكراً لإلك وينعاد عليكم من جديد. شكراً نتالي، شكراً للأصدقاء المستمعين، وإلى اللقاء عبر صوت.